هي الممثلة الأمريكية تيبي هايدرن اتهمت في كتابها الذي يسلط الضوء على سيرتها الذاتية ويصدر اليوم، اتهمت المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك بالاعتداء عليها جنسيا والتحرش بها خلال تعاونهما السينمائي في الستينيات. وتعود الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 86 عاما في كتابها إلى تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت إليه من قبل ألفريد هيتشكوك خلال تصوير فيلم The Birds. وحسب الكتاب الذي يتناول سيرة الذاتية للممثلة التي أضحت نجمة عالمية في العام 1963، فإن المخرج الكبير الذي توفي في العام 1980 كان قد صارح الممثلة بحبه لها، إلا أن المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك بات عدائيا بعدما حاولت الممثلة وضع مسافة بينهما.